في الفيديو هذا باش نحكي لكم بالتفصيل كيفاش خذيت البرمي في ألمانيا. السلام عليكم، وأخيرا خذيت البرمي في ألمانيا. باش نحكي لكم بالتفصيل متاع التفصيل كيفاش بدأت رحلة البرمي في ألمانيا شباب. في الأول بالكل أنا عندي البرمي في تونس، ماخذه من 2015-2016 هكا. مشى في بالي كيما فرنسا كيما إيطاليا البرمي جوست تبدلو، تمشي للبلدية وتقول لهم عندي البرمي التونسي وتبدلو وكها ويعطيوك برمي ألماني. هذا شي مشى في بالي، فطلعت غلط بالكل. كيفاش؟ لازمك تعاود من الأول وجديد، تعاود تعمل كود، تعاود تعمل وامتحان السياق، فهمت؟ المهم النقطة الأولى كيفاش؟ لازمك تمشي للبوغا أمت اللي هي البلدية ولا البريفكتور، تمشي لهم تعمل مطلب تغيير، تقولهم باش نبدل البرمي متاعي ألماني. ولكن رغم اللي هي اسمها تبديل، أما هي لا، لازمك تعاود تعمل كود وتعاود تعمل السياقة الحسيلو. بعد ما تعمل المطلب هذا كيفاش؟ تهز البرمي متاعك، هما يقولوا لك ترجموا، انا ما ترجمتوش خاطر احنا البرمي متاعنا عربي وفرنسي. المهم تهز واحد يحكي معك ألماني. مشيت وريتهم البرمي متاعي وقعدت نستنى من شهر لشهر ونص، تقعد تستنى يبعثوا لك ورقة، بالورقة هيكي تمشي المدرسة التعليم سياقة تقول لهم هاني باش نعمل البرمي. معناتها شنو هي الامتيازات في الحكايه؟ ما نقول لي يمشي من الاول المدرسه نتاع تعليم سياقه وابدا، لا، كي تهزلهم الورقه هذه ما يعطيكش شك السوايع الاجباريه، قريب 20 ساعه رو اجباريه سياقه لازمك تعملها، هذيك مش لازم تعملها كي تبدا عندك الورقه هذه، ومش لازم عليك تعمل 14 ساعه الكود اللي هو النظري الكود، مش لازم تعملهم. انا بدات الرحله نتاعي، مشيت المدرسه وقتها اول ما جيت لا نحكي حتى كلمه بالالماني، مشيت ديريكت للمدرسه عرب، قلت احسن وكذا. وياليتني ما مشيت، طبعا احكيوا فيه الموضوع. مشيت قلت لهم سجلت عندهم وقعدت نقرا وحدي في الدار في الكود. هبطت ابليكاسيون في التليفون ونقرا عليها ب 10 اورو طبتها، تك 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 نقرا. مشيت عديت المرة الأولى ما خذيتوش، عديت المرة الثانية ما خذيتوش، المرة الثالثة خذيته. صفر غلطة، الحمد لله. دبرمت باكتئاب جاني في جرته، صعيب ياسر فهمت، ده ما لازمك تقرا له معناها. حاسي المرة الثالثة خذيته وبدأت الرحلة متاع الأعصاب والتوتر والهم الأزرق في جرة المدرسة هذه اللي مشيت لها. عرب الله غالب، أنا قلت عرب بارك تيتلاو بي يفرحوا بي كذا، يا أخي لا غالب جملة. مشيت لهم قلت لهم أنا خذيت الكود، أعطيوني معناتها رونديفو، راني سوق بالباهي، أعطيوني رونديفو باش نعدي. لا لازمك تعمل سوايع، مركزين على انك تعمل سوايع، متحيلين من الاخر، ناس تتحيل، فهمت؟ اعمل سوايع، لازمك سوايع. مشيت الراجل سقت معاه من با نص ساعه، انت ناقص برشا، قال لي ناقص ما حسسني ما نعرفش انا نافي وما علم يعلمك شيء، عرفت؟ بالعاني هكا باش انت تصرف، باش انت يخرج منك الزيت، فهمت؟ حاسيله تعبوني. وانا من الاخر عملت معاه 5-6 سوايع، قلت له يزي راني سيبوها، معناتها ما تعلمت فيهم شيء انا بالرسمي 6 سوايع راهو، على فكره معناها كان دور يمين دور يسار شوف بكتفك، حكايات فارغه ما فهمت. مشيت اعطوني رونديفو، لقاو لي رونديفو بعد بريود، بعد يمكن 3 شهور عملت السوايع، وبعد 3 شهور باش لقاو لي رونديفو. مشيت زدت عملت 6 سوايع هذوك، زدت عملت ساعتين 3 اخرين عند واحد اخر شكشوكه حصيله مدرسه حتى شيء ما هو منظم فيها في بلاصه اخرى، فهمتوا؟ مثلا انا في تونس العاصمه تو ما نعرفش، انا عندك سيكتور تتعلم فيه هو اللي في تونس العاصمه ولا في صفاقس ولا في سيدي بوزيد ولا في اي مدينه في تونس، السيكتور اللي تتعلم فيه السياقه هو اللي تعدي فيه في اي بلاصه في العالم زاده. لا انا عملت في السيكتور وهزني في سيكتور واحد اخر، تي حاسيله من الاخر من با سقط شويه هكا، انا نتحمل مسؤوليتي مش هما غلطين، انا من الاول حالي ما كملتش معاهم، لقيت كل شيء مش منظم، حاسين مشيت نسوق شويه من با هكا 5 دقائق يمكن ولا 6 دقائق، راكي قال لي مانيش فاهم الغلطه نتاعي شنو هي، والله العظيم ما هو يبدا معاك والمعلم نتاع السياقه نتاعك يبدا معاك، هو بيدو قال لي حتى انا مانيش فاهم. تصور انت معناتها
فما غلطة صارت هي، مش معناتها ما فماش غلطة، ما مانيش مظلوم معناها للحاسيلو ديريكت شل لقيتي ومر لقيتي وبدلت المدرسة. دونك أنا باش ننصح أي واحد تعلم شوية ألمو وامشي المدرسة. علاش؟ خاطر بعد عرفت اللي المدرسة هذه حتى السمعة متاعها خايبة، سمعتها خايبة. بعد كي انت جاي من الطرف تعليم مدرسة تعليم السياقة هيك يركز معك أكثر، الانجينيور اللي باش يطلع معك فهمت يركز معك برشا فهمت. هذه قالوا هالي من بعد مش عرفت خاطر كنت جديد ما نعرف شيء. دونك ماذا بيك تتعلم شوية ألمو وتمشي المدرسة متاع معناتها سمعتها باهية، خاطرك اللي باش يعديوا لك البرمي يعرفوا كل شيء، رام يعرفوا كل شيء، ما تكسرش راسك. المهم هي بدلت المدرسة، ذوما يرحم والدين والديهم فهمتني، هما ألمان في أي ألمان ألمان ديريكت بدا قال لي هاو عنده معناتها نتعلم معاه، جبد لي هكا تابلو عرفت صغيرة ديما يوريني، يقف نسوق شوية يقول لي هاي الغلطة متاعك تك 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 والغلطة هكا، وبالرغم اللي اشطر الكلام مانيش نفهم فيه، راهو هو ألماني وأنا مانيش باهي في الألمو، يوريني تك تك تك. وهذا الكل راهو ما لقيتش رونديفو، ونحكي لكم هذا بعد اللي خذيت الكود بعام اللي هو تو أنا بديت في أول 2023 خذيت الكود في شهر 12 باش خذيت البرمي، ما فماش رونديفوات معناتها باش يعطيوك موعد باش تمشي تعدي، ما فماش هذا الكل عذاب الحي راهو معناتها باش خذيت واخيرا تحصلت على برمي. المهم السيد اللي بديت معاه هذايا الماني يرحم والدين والديه بدا يوريني عنده تابلو هكا وستيلو وكذا تك 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 تك، عملت عنده كان سبع سوايع السياقه فهمت كل شيء. قال لي راك تسوق جوك باهي وكذا، معناتها قال لي انا عملت 6 سوايع، هو السابعه زدتها قلت له وين نحب نعمل قبل لا محمد رسول الله قبل معناتها ما نعدي البرمي قبل وك الساعة انا عملها نزيد نعمل ساعة اخرى كل شيء مريقل. امشي تطلع معانا بام 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 لا اله الا الله، وخذيت البرمي. قعدنا ندور وندور وندور وقعد يدور بيا 45 دقيقة فهمت. ما هيش سهلة، حاب نقول لكم معناتها راي ما هيش سهلة وما هيش صعيبة، معناتها لازمك تعطيها وقت وما تحسبلهاش فهمت. ثم ناس تجي تحب تعمل ساعة ولا ساعتين، لا اعمل 6 7 سوايع 8 10 سوايع اعمل مثالش. المهم المصروف متاع البرمي حكاية 1000 أورو شوية جاوني فهمت، هنا بالدقيقة دقيقة بأورو، ريتها كل دقيقة تعديها في الكهرباء بأورو. ثم ناس يعملوا بالساعة اللي هي 60 دقيقة وإلا ب80 دقيقة فهمت، وكل المطلب 150 أورو في بالي، وزيد تخلص في المطلب كي المدرسة متاعك تعمل لك مطلب تزيد تخلصهم هما زادة 150 أورو في بالي، 150 أورو المدرسة 150 أورو للذاكرة، هذه الذاكرة هي اللي تعمل البرمي ولا مفازات. المهم أنا صرفت أكثر من 1000 أورو والله مانيش عارف بالضبط قداش، المهم أكثر من 1000 أورو 1200 1300 حاجة هكا فهمت. أما الحمد لله خذيته البرمي، أنا عقدة عندي ما نجمش نقعد من غير برمي، الحمد لله نسوقه شوية كذا فهمني الولاد. الحاجة الأخرى الامتيازات مدرسة، المدرسة ما قلت لكم مش أنا امشيوا المدرسة سمعتها باهية، هذه لازم نذكركم امشيوا المدرسة سمعتها باهية، حتى كي أنت ما تحكيش ألمو ما تخافش امشي راهو باش يوريوك معناها فهمت، ما تخافش خاطر الانجينيور اللي باش يعدي لك راهو ألماني معناتها فهمت، مش باش يحكي معك بالعربي معناتها امشي للوحيد الألمان وتعلم حتى ما تحكي حتى كلمة ميسالش راهو باش يفسر لك بالإشارات بكذا بكذا باش يفسر لك خير برشا. وحاجة أخرى قبل ما تعدي البرمي راهو يسألك يحل الكابوت يقول لك الزيت وين كذا وين الضوء متاع البلار الضوء الدراشنية فهمت، يسألك على حاجات على الكهرباء من داخل من برا فهمت، هذوما حاجات هك. الحاجة الأخرى شنية الامتيازات معناتها، في قول لي انت كي تبدا نبدل البرمي هاكا ما عندكش كيما نقولوا احنا وقت تجريبي فهمت، هاكا الوقت التجريبي لا عندك الحق مانيش عارف بالضبط كيفاش انا الوقت التجريبي لهنا، ما عندك عامين في بالي عامين كيما في تونس ما عندكش الحق تجري برشا وكل فازاتكم وكهو، هنا ديريكت لا خذيت البرمي ماكش كيف الناس الاخرين مريقل مش كيما واحد اول مره ياخذ برمي معناها. وشنو هو اخر هكا هاو قلت لكم هذيك هي الحكايه القصه لكل ولاد، ذكرني فما حاجه ناقصه ما فما حد شيء، هذه هي قصه البرمي متاعي خويا باش خذيته قعدت عام
الأول ما مشيت آخر 2022 مشيت أنا عملت المطلب وعملت كذا، أما خذيت الكود في أول 2023 وباش عديت وعملت في آخر 2023 هو شهر 12 نهار 7 شهر 12 خذيت البرمي متاعي وقعدت نستنى توفي قديش احنا في شهر 2024 في 20 احنا في 2021 2024 باش وصل البرمي. تصور انت عندك قعد شهر ولا شهر وشو نص باش وصل البرمي هكا معناتها يبعثوه لك بالبوسطه. سو ان شاء الله استنفعتوا بالفيديو الاولاد، ان شاء الله نفعتكم باي معلومه، اي تساؤلات اكتبها في كومنتير نجاوبك في كومنتير، ويرحم والديكم والناس الكل. Peace and love والسلام عليكم.